بحث أمس اتحاد الصناعات المصري مع وفد من رجال الأعمال وممثلي اتحاد الصناعات الهندي سبل تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين. المزيد في التقرير. بناء على دعوة من اتحاد الصناعات المصرية، قام وفد من رجال الأعمال باتحاد الصناعات الهندية في زيارة رسمية لمصر لمدة يومين لبحث فرص التجارة والاستثمار بين البلدين. بدأت الزيارة باجتماع بين رجال الأعمال المصريين وممثلين عن اتحاد الصناعات الهندية. النهارده الحمد لله هو بيبين حجم الاهتمام من الجانب الهندي للاستثمار في مصر. هم سمعوا عن المشاريع كتير، جايين مذاكرين، وده شيء كويس ان بيدخلنا في المواضيع كتير. قانون الاستثمار الحمد لله عمل لهم مراحل او بدايته اللي سمعوا عنه، عمل لهم كذا مشروعات زي تنميه خليج السويس، زي مشروع من نص فدان، زي مشروعات كلها اللي تمت عامله لهم كذا. شركات كبيره جايه كويسه. في اجتماعات ثنائيه النهارده وبكره، في هيقابلوا برضو وزراء زي وزير الاستثمار هتقابلهم، وفي بعض الوزراء الاخرين. فلا الزياره الحمد لله ثقيله. ضم وفد رجال الاعمال الهندي قطاعات مختلفه مثل قطاع الاعمال التجاريه الزراعيه والبنيه التحتيه والكيماويات والطاقه وصناعه الاغذيه وخدمات الاعمال. وخلال الاجتماع اكد الطرفين ان فرص التعاون والتكامل متوافره في عديد من المجالات. نحن وفد من رجال الاعمال الهندي مكون من 10 شركات تعمل في قطاعات مختلفه وعديده تشمل الصناعيه والزراعيه والمواد الغذائيه، بالإضافة إلى قطاعات البنوك والتكنولوجيا، ونريد أن نكتشف فرص الاستثمار في مصر. ويعد اتحاد الصناعات الهندية أهم أحد مؤسسات الأعمال بالبلاد، ونحن هنا حيث يقدم كل من الطرفين المصري والهندي الفرص والمجالات المتوفرة لتعميق علاقات الاستثمار بين البلدين. اجتماعات واتفاقيات جديدة بين مصر والهند في مجالات صناعية عديدة، لعلها تكون فرصة لمزيد من التعاون الثنائي تعود بالنفع على الجانبين ومزيد من الاستثمار والازدهار. دينا حوايدق، أون لايف.